هذا وقد أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام 10، 11، و12 من ديسمبر الجاري، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالاستعداد الكامل للاستقبال الناخبين وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابية بالمحافظات. وسوف تجرى الانتخابات بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة ومقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6,234,318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.